ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 12 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر. عندك شعور حلو جدا النهاردة، انت هتبقى ناجح في الشغل حتى ولو كان مفيش حد بيلاحظ ده بشكل كبير او حتى بيظهر ليك نوع من انواع التقدير. هيفيدك انك تبقى مستعد دايما علشان تساعد وتدعم اشخاص كتير حواليك. هيكون دايما احبائك بيدعموك في الوقت الحالي ده، خاصة لو ما كانش في اي حد في الصورة النهاردة. ممكن يكون الوقت مناسب علشان تبحث دايما عن حبك الحقيقي، حتى ممكن يكون انتهى وقت الكسل والتردد. طاقتك النهاردة مش هتعرف ليها حدود. توقعات العشرية التانية مواليد 1 يناير ل 10 يناير. عندك هدوء وسكينة حلوين جدا بتتمتع بيهم النهاردة، انت هتشعر باحساس يعتبر رائع جدا. صحتك هتبقى كويسة، هتشعر بثقة كبيرة، انت دايما في مقدمة شغلك اليوم. بتمكنك اخيرا انك تبتدي في انك تطبق افكارك الجديدة بشكل كبير. حياتك الخاصة النهاردة هتبقى مستمرة في ازدهارها، علشان كده بنصحك انك تستغل الوقت ده علشان تحاول تكتشف فرص جديدة جدا قدامك. ثقتك بنفسك النهاردة هتبقى معززة، نتيجة لده هيمتد إحساسك بالرضا بشكل كبير. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 يناير ل 19 يناير. هتستغل الموقف ده لصالحك بشكل كبير. انت النهاردة هتبقى مفعم بالحيوية، هتتمكن من انك تتعامل مع موضوعات كتيرة مهمة بيساعدك فيها تفكيرك الواضح علشان تنتهي منها وتنتهي من موضوعاتك كتيرة بنجاح. حتى في حياتك الخاصة النهاردة بتنضخ بشكوكك اللي كانت عندك، انت النهاردة هتبقى قادر علشان تجتاز صعوبات كتيرة كنت بتتحاشاها قبل كده. بناء عليه هيصلك رد إيجابي أكتر على الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع كل الأمور دي.